التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى اليابان بسعادة السيد تاكاتوشي نيشيواكي محافظ محافظة كيوتو، وذلك صباح اليوم بمبنى المحافظة. أكد سموه حرصه على تفعيل مزيد من التعاون المشترك بين المحافظة الجنوبية ومحافظة كيوتو في كافة المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والثقافي، مشيرا سموه إلى أهمية تبادل اللقاءات والزيارات بما يسهم في زيادة التواصل والتقارب فيما بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين وتعميق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين. أضاف سموه بأن المحافظة الجنوبية هي الأكبر بين محافظات مملكة البحرين، وتحتضن العديد من المشاريع والمنشآت البارزة، ويقام فيها مختلف الفعاليات والمبادرات الهامة، موضحا سموه إلى التاريخ العريق والثقافة الراسخة للمحافظة الجنوبية، مما جعلها مقصدا ثقافيا وسياحيا مهما لزوار المملكة. من جانبه رحب سعادة محافظ محافظة كيوتو بزيارة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة إلى المحافظة، مؤكدا اهتمامه ببذل المزيد من التعاون المشترك بين المحافظتين في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والثقافية، معربا عن تطلع بلاده لإقامة شراكة كاملة مع مملكة البحرين، ومشيدا سعادته بما وصل إليه البلدان الصديقان من تنسيق وتعاون من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة الثنائية والتي ساهمت في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مجالات أرحب. وجه سعادة محافظ محافظة كيوتو شكر وتقدير بلاده لكل ما يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية من جهود من أجل دعم وتوطيد العلاقات القوية والوثيقة بين اليابان ومملكة البحرين، ومنوها سعادته بإسهام سموه الكبير ودوره الفاعل في وضع لبنات وإرساء دعائم التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين. لقد فوجئت بمدى اهتمام سمو الشيخ خليفة باليابان والمحبة التي يكنها لبلدنا، وقد أثر بذلك كثيرا. أتوقع أن تسهم هذه الزيارة بشكل كبير في تطوير العلاقات بين اليابان ومملكة البحرين، خصوصا العلاقات مع منطقة كيوتو.